ربنا بموجز لأهم الأخبار. مستمعونا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نستهلها بموجز أهم العناوين. أفاد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أنه ليس بوسعه مواجهة موجة هجرة جديدة بمفردهم. أصيب عدد كبير من الفلسطينيين المرابطين داخل المسجد الأقصى جراء اعتداء شرطة الاحتلال عليهم. ستقوم القوى المشتركة التي تتألف من الجيش والشرطة المحلية والحشد الشعبي بحماية محافظة كركوك. إصابة 20 فلسطينيا بنيران أطلقها جنود إسرائيليون على متظاهرين مطالبين برفع الحصار المفروض على غزة. وفي نشرة أنباء أخرى وليكم الآن الأنباء بالتفصيل. أفاد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أنه ليس بوسعه مواجهة موجة هجرات جديدة. صاح رئيس الجمهورية في مؤتمر الوزاري السادس لمسيرة بودابست والذي عقد في قصر تشيران في إسطنبول. وأشار أردوغان إلى أن بناء جدران عالية ووضع المزيد من الأسلاك الشائكة ليس حلا لمنع الهجرة غير المنتظمة. وقال أردوغان هناك 260 مليون مهاجر في عموم العالم، و 68 مليون منهم نازحين، و 25 مليون من اللاجئين، ويزداد هذا العدد يوميا بسبب المشاكل الاقتصادية إلى جانب الجوع والجفاف والحروب الأهلية والهجمات الإرهابية وعدم اليقين السياسي. وأضاف أردوغان قائلا تعتبر الهجرة قضية إنسانية وسياسية ذات بعد أمني، أيضا هناك نقص في العدالة والتعاطف في جوهر هذه المسألة.